تربية الأطفال. إذا شجعت ابنك تعلم الثقة بالنفس، إذا مدحت ابنك تعلم قيمة الأشياء، إذا عاش الطفل في جو من الرضا تعلم الحب، إذا عاش الطفل في جو من التسامح تعلم الصبر، إذا عاش الطفل في جو من المشاركة تعلم الكرم، إذا عاش الطفل في جو من الأمانة تعلم الحق والعدل، إذا عاش الطفل في جو من المعرفة تعلم تحديد هدف في الحياة، إذا عاش الطفل في جو من الإيمان تعلم طريق الله، إذا عاش الطفل في جو من النقد تعلم الشعور بالذنب، إذا عاش الطفل في جو من الأداء تعلم المشاجرة، إذا عاش الطفل في جو من السخرية تعلم الخجل، إذا عاش الطفل في جو من الخوف تعلم أن يتوقع الشر، إذا عاش الطفل في جو الغيرة عرف معنى الحسد.